السلام عليكم فاميليا الاخوان ديالي، تبارك الله عليكم، كيف راكم؟ صافا مزيانين؟ شكرا بزاف الناس اللي دخلوا القناه جدادين، شكرا الناس اللي كدير لايك، الناس اللي كتبارطاجي فيديو، شكرا بزاف. بارطاجيو فيديو، ديروا لايك، شي كومونتير زوين، شكرا بزاف. المهم دخلوا في الموضوع ديالنا، تعليق الرحلات ما بين المغرب واسبانيا وبزاف ديال الدول. بزاف ديال الناس كيقولوا لي كيفاش زعما تعليق الرحلات، ومره كتقولوا راه كاين، المهم طالقين الحدود كل مره. لا اخوتي، تعليق الرحلات حتى نهار 13 في هذا الشهر، هذا باقي 3 ايام عاد غادي نعرفوا بان فوقاش يقدر يحلوا الحدود. كما كتعرفوا هنايا في اسبانيا اولا في المغرب اولا في اي دوله، كل واحد كيطبق القانون ديالو، ولكن تعليق الرحلات ما بين اسبانيا والمغرب وبزاف ديال الدول راه كاين دابا، ما كاينش السفر، ما كاين حتى شي حاجه، كل شيء واقف. ولكن نهار 13 شهر عندهم واحد الاجتماع، عندهم واحد القرار كيتسمى نهار 13 في شهر 10 او نهار 13 شهر 12 اللي حنا فيه دابا، عاد غادي يقرروا واش يحلوا الحدود لواحد الفتره صغيره او لا يحلوا الحدود دائما او لا يشدوا الحدود، ما غاديش يحلوها دابا. ولكن وزير الصحه هنا في اسبانيا او في اي دوله، اي احد مسؤول على الصحه، الوزير الصحه اللي في المغرب، المهم حنا خلينا خاطينا من المغرب، حيت المغرب كما كتعرفوا ما نهضروش على الصحه ديالو ولا شي حاجه، ولكن نهضروا على وزير الصحه هنا في اسبانيا. قال بان راه ما يمكنش يشدوا الحدود، وفي هذه الفتره اللي في اسبانيا دابا ما كاينش شي وباء كبير، ما كاينش شي مرض اللي يقدر يخلع الدوله الاسبانيه باش تشد الحدود ديالها. ولكن المغرب شد الحدود ديالو، ما عرفنا شي واش اسباب سياسيه بين المغرب واسبانيا ولا عندها علاقه في الوباء، الله اعلم. ولكن هما كما كيقولوا، كما كتعرفوا المغرب كيقول بان راه كاين الوباء، واش فهمتوا؟ كيقول لك الناس اللي كاينين في اسبانيا ما عندهمش الحق يدخلوا المغرب مهما كانت الظروف ديالهم، والناس اللي كاينين في المغرب ما عندهمش الحق يرجعوا للبلدان اللي كانوا فيها مهما كانت الظروف ديالو، لا كان مغربي او لا اسباني ولا فرنسي ولا هولندي او لا اسيوي، ما عندوش الحق شي واحد يدخل المغرب او يخرج من المغرب في هذه اللحظه اللي فيها دابا، في هذه الفتره من هنا حتى 13 شهر، في شهر 12 باقي 3 ايام حتى نهار 2 ولا 3، المهم نهار 13 في الشهر عاد ياخذوا قرار. لا يعقل صراحه، لا يعقل، حيت المغرب لو بغات، حيت المغرب لو بغات قانونيا تخلي الناس اللي كاينين في المغرب يرجعوا للبلدان اللي كانوا فيهم، الناس المغاربه ولا اسبانيول ولا فرنسيين اللي مشاو للمغرب، كاين اللي مشى باكورس مع الدراس العام، وكاين اللي مشى، كاين مغاربه اللي رجعوا للبلاد باش يشوفوا والديهم، كاين مغاربه اللي مشاو يجلسوا في هذه السنه مع والدين ديالهم، كل واحد وظروف ديالو. ولكن المغرب شاد الحدود بدون ما يعلم، لا يعقل تشد الحدود امام أمة الناس وما تعلمش، صافي شد تقرق شد، صافي ما كاينش عاد تعلم المواطنين بان راه كاين السفر ولا كاين الزيار او لا كاين الوباء او لا هاد 3 ايام غادي نشدو اللي عنده شي حاجه يديرها، نو هادشي ما كاينش، ما كاينش، صافي تقران امر شد الحدود وضرب السكات. هذا ماشي ما خدامش، اسمحوا لي اخوتي كاين شويه ديال الريح، هادشي ما خدامش. اذا لا يعقل بان راه كاينين بزاف ديال الناس مغاربه، بزاف ديال المغاربه، حنا نهضروا على المغاربه، حاصلين هنا في اسبانيا باغيين يمشيو للمغرب، كاينين الناس في الحدود ما عندوش فين يسكنوا، في الحدود كاينين الناس في الحدود دابا حاليا، في الحدود كاين اللي في الزنقه، كاين اللي في اوتيل، شحال يقدو بنادم يجلس في اوتيل شحال؟ الله يحسن عاون، راه ماشي سهله، العائله فيها 5-6 الناس يشد اوتيل راه 500-400 اورو الليله عمي ديالي، راه ماشي سهله، راه تجيبهم في البرد كاملين بيهم، وما كاينش اللي عقال عليهم، ما كاينش اللي يسول فيهم، علاش؟ صافي المغرب شاد الحدود، صافي المسؤولين كل واحد ناعس في دارو، كل واحد كيتصنت من جنابو، شكون الدافي كالدرويش. ولكن لا، اسبانيا خدات القرار نهار 13 في الشهر، كاينه واحد الاجتماع، كاينه واحد القرار اللي هو قرار غيكون حاسم، انما يحلوا الحدود الى الابد، انما يشدوا الحدود ديريكت، وانما غيحلوا واحد الفتره اللي غيرجعوا فيها المواطنين الاسبانيا ويرجعوا فيها المواطنين المغرب اللي عندهم ضروريه، فهمتوا؟ هادشي علاش
بغيوش ندخلوا في شي حاجه اللي ماشي ديالنا، ولكن من احسن الانسان يكون كيتفاهم. راه بزاف بزاف صراحه بزاف هادشي هذا، ملي كتجبر انت واحد كميه ديال الناس كبيره في الحدود، في سبته، في خزيرات، في اي دوله، كتجبر مغاربه باغيين يرجعوا للبلاد، ما جبروش كيفاش يرجعوا للبلاد، حشومه عيب، يبقى فيك الحال، والله يبقى فيك الحال الصراحه، وبزاف ماشي شويه. ملي كتجبر انت عائلات بولادهم باغيين يرجعوا لبلادهم وما عارفينش كيفاش غيديروا، الحدود مجدوده، عائلات كبارين، ماشي زعما تسمع عائلات صافي جوج الناس ثلاث، عائلات الناس كتقطع ورقه الطياره باش تسافر، ما كيقول لك الحدود مجدوده. وخلينا من الناس اللي قال لك الايامات راه كاين الحدود الفتح الحدود بين المغرب وبين اسبانيا، قطعوا الورقه خصكم تسافروا، هذوك ربعه المنافقين، ولكن ما غنسميو حتى شي واحد، حنا مجرد كنعطيو واحد القرار، وكنا مجرد كنعطيو واحد الحاجه الناس اللي ما تيعرفوهاش. كنوصلوا واحد الرساله اللي بزاف ديال الناس ما تيعرفوهاش، كنبغيو الناس نوصلوا لهم داك الشيء اللي ما كيوصل لهمش، هذا الشيء اللي كاين فقط. ما كنبغيوش نديروا فتنه، ما على باليش بهذاك اللي كيدير هيدا ولا هيدا ولا هيدا، انا ما على باليش، انا اللي على بالي دابا هي نوصل واحد الرساله صحيحه عندها علاقه بهذا الشيء هذا اللي كنهضر عليه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، والحدود حاليا مجدوده، ان شاء الله غتحل الحدود، ان شاء الله غادي نديروا فيديو. وكما كتعرفوا ما بين ليله وضحاها كيتقلب الاخبار، وما عطي نهار 13 في الشهر عاد غتكون شي حاجه، غيكون القرار. ولكن بالنسبه لي انا ما كنثقش في الاخبار بزاف، في اي لحظه يقدر يخرج شي قرار زوين عاود يفرح الناس، و 190% غادي يكون شي قرار اللي يفرح الناس. علاش؟ حيت كما كتعرفوا عندها علاقه بالاطفال، عندها علاقه بالناس كبار في السن، عندها علاقه بالمواطنين حاصرين في الحدود. كاينين الناس قطعت الورقه ديالها اللي وقع ديك التاجيل، اللي وقع ديك الغلاق في الحدود، كانوا الناس مقطعين الاوراق، الناس عندهم بيتي ديال السفر، بزاف د الحوايج، وما ردولهمش وما بدلولهمش بيتي ديالهم، الناس ضاعت بيتي ديالها. اذا ما بقاتش الشركه ديال الطيران اللي كتضيع، ولا المواطن اللي كيضيع، ولات الشركه ديال الطيران ولات كتبيع تشريف المواطن. ملي كتجبر الشركه عارفه بان غادي يتعلقوا على الرحلات، وكتنوض هي كتخرج التيكيات، الناس كتشري التيكيات، ديك الساعه شني كتعمل الطيران الشركه، كتقول لك انا ما بقاش عندي علاقه في الدوله اللي كتعطي الاعلام، ما انا راه غير شركه. هادشي علاش ما كنبغيش انايا ندخل في هاد المواضيع، الشركه ولا كذا ولا كذا، حيت صراحه هادشي كيمرض، وانا ما كيعجبنيش الحال اللي نشوف بحال هادشي هذا، خصوصا البلاد ديالك انت، ملي كتجي واحد البلاد ديالك انت خرجتي منها وخويتيها، ومازال كتسمع المشاكل، مازال كيوقعوا مازال كيوقعوا بزاف ديال الحوايج، وهادشي اللي كاين اخوتي. الله يسر، الله يحضر السلامه، وحنا ما بغيناش الفتنه ما عندنا ما نديروا بها. كما كتعرفوا الحدود مازال مغلوقة، ولكن أنا قلت لكم أي حاجة نديروها هنا إن شاء الله، شي حاجة عندها علاقة بالوراق، عندها علاقة بإسبانيا بالمهاجر، نديروها لكم هنا.